الشباب 150 جنيه تحفه. حتى الغوامق الاسود بتاعها والوانها كل الوانها موجوده، كل الوانها متاحه يا جماعه. تمام، المنت والكحلي والرصاصي والنبيتشي 80 جنيه يا جماعه بالروشت. شوف زي الجوخ حاجه كده محترمه، 50 جنيه بكل الوانه، ده ب 170 جنيه. ده موجود عندهم على التليجرام باسعاره، انا حاولت بس اجيب لكم ايه زي ما انتم شايفين. وده معانا ب 100 جنيه، ده يلبس بيك سايز ب 155. القطعه دي هتبقى معانا ب 200 جنيه بكل 110 بس 240 جنيه. طب والله في كل الوان الجاكيت الهاي ويست ده 100 جنيه بالوانه يا جماعه. معانا ب 100 جنيه بطن جوه وبره، هتبقى ب 100 جنيه 89 جنيه. تسلم ايدك. 70 جنيه يا جماعه. يا جماعه حلوه قوي 90 لو انت طويله 80 جنيه. بس عايز اقول لكم الشياكه يا جماعه مبطن ب 110 برضه يا جماعه ب 170 هيبقى ب 100 جنيه. ده بليزر يا جماعه بالجيبه بالحزام بالاندر شيرت ب 240 والله العظيم تحفه ب 120 جنيه. قصير شويه بالروشت وب 80 جنيه 65 ده بالوانه ده ب 80 جنيه يا جماعه 120 جنيه. ده بصوا بالحزام بتاعه ب 145 هتبقى ب 190 جنيه بكل 30 220 شاموا سويد يا جماعه 120. ده ميلتون مبطن يا جماعه، ده هو مشعر او عادي. عايز اقول لكم يلبس معانا 90 كيلو عامل معانا 90 جنيه تحفه ب 220 جوخ كباسين ميلتون مبطن ب 120 خروج. ده المقاس الكبير ده ب 100 جنيه، ده ب 100 جنيه 170 جنيه ب 70 جنيه والله العظيم ب 200 هيبقى ب 135 جنيه. قمر شياكه 210 يا جماعه بالحزام شياكه قمر. تابعوا الفيديو للنهايه. 35 235 كشمير اسود جملي لافون حلو قوي. ده يلبس بيك سايز يا جماعه ب 170 جنيه 225 طقم كامل. بس عايز اقول لك ده الكلوش كده شكلها تحفه، وده كله ب 220 جنيه كده ب 160 جنيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. يوم جديد وافتتاح جديد لمكتب ومصنع ملوك الموضه يا جماعه. الاسعار بادئه هنا من اول 50 جنيه. ركزوا معايا النهارده عاملين عروض حلوه بمناسبه الافتتاح، العنوان هتلاقوه في اخر الفيديو. بحبكم في الله ويلا بينا نشوف عروضنا واسعارنا النهارده. الشتوي الجديد بادئ معانا من اول 50. ازيك يا ناجح؟ ازيك يا باشا؟ عامل ايه؟ ازيك يا يوسف؟ هنبدا بايه معانا؟ 50 كده بوكليت يا جماعه، ده اللي هو المضلع يلبس اي ماس يلبس معانا، والخامه مضلعه مقلمه حلوه جدا جدا. ده يبقى معانا بكام؟ افرده لنا بس ناخد عليه سكرين كده معانا يا يوسف. 50 جنيه بس. بصوا ده يبقى ب 50 جنيه بكل الوانه. تمام، تسلم ايديك. 50 الالوان كل الترندات موجوده حلو قوي قوي. تسلم ايدك. كل درجات الوان متاحه يا جماعه ب 50. ده عامل 100 جنيه، ده اللي هو الوبره الفرو يا جماعه، البولر بولر يا جماعه، بولر جوه وبره زي ما انتم شايفين. وده معانا ب 100 جنيه. تمام، ب 100. بصوا الوانه كلها متاحه يا جماعه. كل ده بكام؟ افرد لنا يا يوسف كده. ده يبقى ب 100 جنيه بالوانه يا جماعه. تمام، تسلم ايديك. كل المقاسات هنا تلبس معانا تقريبا ال 2 اكس، ولو في حاجه بيك سايز هقول لهم في التصوير. بس المقاس العادي كله 80 85. اون سايز. تمام، اللي هو اون سايز. في التلبسه دي عامله 150 جنيه برش. دي البرش بقى ب 150 جنيه تحفه. عايز اقول لكم دي لا غنى عنها في الشتاء، على جاردن على بلوزه على اي حاجه. تمام، 150 جنيه. تسلم ايديك. الوان حتى الغوامق الاسود بتاعها والوانها كل الوانها موجوده، كل الوانها متاحه يا جماعه. تمام، المنت والكحلي والرصاصي والنبيتشي كل ده ب 150. 150. وعندنا الجبل بلسي ده برضه، الجبل بلسي عرضها 100 جنيه بس. الجبل بلسي الاسكوبا يا جماعه دي هتبقى ب 100 جنيه. تسلم ايدك. بصوا بالوانها يا جماعه ب 100 جنيه. تسلم ايدك. منها الهافان والزهري. تمام، والمنت والبيش والابيض والاسود. تمام، والاسود الوانها كلها متاحه. تمام، عايز اقول لك بس حاجه، لا ياخد فاتوره كبيره تعمل له خصم عليها ولا تظبطها له؟ تظبط له سعرها. تمام، انا بتكلم، انا هظبط معاه الدنيا. تمام، اللي عايز فاتوره يا جماعه هيظبط معاه برضه. في البادي ده برضه بحروف، ده بادي خروف. لا بصوا الزجزاج وحروف حلو قوي. ده سكوبا اللي هو الصابع. اللي هو الصابع يا جماعه. افرد لنا. طيب ناخد سكرين على ده معاه. بصوا كده البادي ده يا جماعه حلو قوي، وينفع تحت الجواكت الجينز والجواكت البامب. كل ده بكام؟ 85. 85 جنيه. تسلم ايدك. ينفع ده تحت جواكت يا جماعه وتحت اي حاجه. النقشه دي برده والنقشه دي كل نقوشاته موجوده. تمام، وتلبيسه برده اللي هو 80. تمام، حلو قوي. في اللي هيفوز ده اللي هيكولات الرقبه ب 80. عندنا عروض النهارده يا جماعه عشان خاطر الافتتاح. ده العجينه يا جماعه. تمام، قلنا ب 80. ب 80 يا جماعه. تمام، اللي هو الصيف اللي هو في الغسيل يمط. لا ده العجينه بيمط. العجينه بيمط ب 80 جنيه يا بلاش. بص ارجع مكانه بعيد. والله العظيم تحفه ده ب 80. تمام، الوانه كلها متاحه، مستردة ونبيتي وهافان وكل الوانه متاحه. تمام، في حاجه زي كده برضه برش. دي برش. تونيك. ده تونيك برش. ده نصين عامله 130 جنيه. ده اللي هو كان بيلبس الاول مقاسات كبيره، ده يلبس ليدي برضه. تمام، 85 يا جماعه حلوه قوي 90 لو انت طويله. وعامل كام؟
130 جنيه برش ب 130 جنيه ثلاث الوان اللون الزيتي في المسترد ده تحفه وفي الكحل في تمام حلو قوي قوي تسلم ايدك تمام التيشيرت ده من الوان برضه اهي بص الوانه كلها متاحه سويتشيرت ميلتون يا جماعه مبطن ب 110 يلبس 85 90 اه ماسك لاني مقاسه كبير ما شاء الله بص من جوه افتحوا بصوا كده معانا حلو قوي قوي وده قلنا بكام بكام ده 110 طب والله العظيم تحفه مقاس كبير 110 وعايز اقول لو اتلبس تحته برده اندر شيرت يتفتح جاكيت يتفتح جاكيت حلو قوي تمام وجيبين من قدام الاربع الوان دول اسود وابيض والزيتي والكشمير تسلم ايدك الوان اساسيه برده تمام دي بولر برده نص سوستة حلو قوي ده برده اللي هو بأستك من تحت هاي ويست ده هيبقى ب 100 جنيه ب 100 جنيه يا جماعه تسلم ايدك بصي احمر كله تقشين جوه وبره مبطن جوه احمر وابيض وكشمير واسود عايز اقول لك الاربع الوان احلى من بعض والله العظيم انا جايب الالوان الاساسيه الاساسيه لان في الوان ما حدش بياخدها قد كده في الحته دي عامله 120 جنيه الحته دي الشاكه مش الحته دي عامله 120 والله العظيم تحفه ب 120 جنيه تحفه تحفه حلو قوي قوي البوكليتات اللي شفناها دي حلو قوي ده ب 120 جنيه طب والله تحفه عايز اقول لكم ان انا كنت مصوره لكم ب 150 بص كده اخضر حلو قوي قوي دي ب 120 لو الماس حلو تمام بصوا لا والوان الترندات بصوا الاخضر بتاعها الاخضر واللون الزهري واللون الاورنج والاصفر تمام والرصاص والاسود الواننا كلها تحفه البيج برضه معاهم البيج حاجه محترمه قوي تمام تسلم ايدك في برضه البرو افتح لنا لون غير الابيض لان ما بيبانش قوي في التصوير فخليك في لون تاني بصوا الدبل رو دبل رو عامل 80 جنيه الضفيره ب 80 جنيه بالرو شتوي ب 80 جنيه يا بلاش والله العظيم تحفه بصوا كده افرد لنا الاثنين قصاد بعض ده ب 80 جنيه يا جماعه بالرو شتوي ب 80 عايزه اقول لكم لوك الموضه هيدلعكم ما تفتحش الموبات والالوان الحلوه دي بصوا يا جماعه الوان كلها جديده والله العظيم تحفه بصوا الوان الترند كلها يا جماعه ايوه باين في الضفاير كده حاجه قمر ده ب 80 جنيه يا جماعه بالرو شتوي ب 80 جنيه ملوك الموضه هيدلعكم السنه دي الوانه كلها متاحه الاوف وايت موجود والرصاصي ورصاصي تمام تسلم ايديك كل الوانه متاحه بصوا معانا برضه ما فتحناش حاجه زي كده نفتح الوان الترند اللي بتبان معانا دي الشياكه في التصوير دي بصي الجمال ده ده ميلتون بقى ده ميلتون ده ميلتون يا جماعه مبطن بصوا تبطين من جوه حاجه قمر عامل كام ده؟ ده عامل 120 جنيه 120 جنيه ده ميلتون مبطن ب 120 يلبس معانا يلبس بصوا المنت والزهر في منه اورانج ده كده تمام والفوشيا والزهر الوانه كلها متاحه ولا زي كده برضه دي خروج خلاص دي اه اللي هي الالوان دي عامله كام دي 150 ولا 130 بكام 120 ده ميلتون مبطن يا جماعه ب 120 جنيه 120 ميلتون مبطن قمر يلبس معانا كده لحد 85 برضه 90 لو انت طويله لان الميلتون فيه مطه شويه افتح برضه البنطلون ده بص اها ده سي واي عامل 90 جنيه ده ب 90 عايز اقول لكم يلبس معانا 90 كيلو عامل معانا 90 جنيه ده توصيف عامه اه شغلش توصيف حلو قوي الرجل بتاعته الرجل الواسعه يا جماعه تمام ده قلنا ب 90 جنيه الوانه برده يا جماعه الوانه موجوده ابيض وزيتي واللون ده والاسود واللون ده تمام تسلم ايديك حلو قوي الوانه كلها متاحه شروال زي كده ساده برده شروال ساده بص انا ممكن يتلبس ويتعمل طقم على التيشيرت اللي انت وريته لنا صح كده يطقموه حلو جدا ده مش حد زعلان لا ومطرز من هنا استنانا كده يوسف ده شغل تطريز كده عامل كام القمر ده 120 ده يبقى ب 120 جنيه ملتون مبطن ب 120 قروب بص الوانه طيبه بقى طبشين من جوه حلو قوي قوي والوانه كلها متاحه يا جماعه بص كل الوانه متاحه تمام تسلم ايديك عايز اقول لكم ان النهارده عرض جامد جدا ملوك الموضه عامله عامل لكم بادئ لكم من اول 50 جنيه اسعار كده اللي هي تعتبر ببلاش لان الاسعار دي كنا بنسمعها في اول الصيف على الهدوم الصيفي اصلا فان انتوا تاخدوا بقى شتوي شتوي بسعر الصيفي والله حلو قوي 100 جنيه ده ب 100 جنيه ده سوسته كامله ده اللي هو اللي هي من فوق يا جماعه ده سوسته كامله تمام سوسته كامله افرد لنا من فوق بس انت يا يوسف نبان كده بص ده هيبقى معانا ب 100 جنيه بطن جوه وبره حاجه قمر شدات من تحت كده هاي وسط استك كده فارو من جوه ويتفتح برده جاكيت معانا والله يتفتح جاكيت حلو قوي مبطن جوه وبره تمام كل ده ب 100 جنيه تمام الوانه كلها زي ما انتم شايفين اهي تمام تسلم ايديك بنطلون زي كده سيل ستون
شارلستون يا جماعه، شارلستون المقاس الصغير وفي منه حلو قوي قوي. ده المقاس الكبير بتاعه، ده الكبير عامل كام؟ ده الكبير وده الصغير ولا ايه؟ لا هو ده الكبير، ده الكبير تمام. عامل كام؟ ده عامل 110 110 بس 110. الكبير اللي هو لابس 80 85 عامل معانا 110. هوريك منه اسود تمام، الكحلي والبيش والرمادي تمام، كل ده ب 110 110 تمام. دي التلبيسه، دي التلبيسه الاطول دي بقى شغاله شتا وصيفي برضه، شتا وصيفي برضه شغاله، تتلبس شتا وصيفي يا جماعه. في منها القط برضه وفي منها الكم. القط عامله كام؟ ب 70 جنيه. ب 70 جنيه القط، ب 70 جنيه يا جماعه تمام. وعندي منها المقاس الخاص برضه، وعاوزه المقاس الخاص. عامل كام الخاص منها؟ الخاص برضه الخاص كم عامل كام؟ 80 جنيه تمام. الخاص منها بكم؟ ب 80. والاحمر والكشمير والاسود والابيض تمام. عايز اقول لكم عرض جامد جدا والله النهارده، حلو قوي. حاجه زي كده ده برضو لا غنى عنه. طب والله العظيم خام عجينه حاجه قمر شياكه جامد جريس والله. بصوا كده معانا الزراير اصلا الوقت. انا بوريكم بس تشطيب الزراير والشغل ده كله كام ده معانا؟ ده 135. لا 135 بس 135. طب افرد لي من الكتف من فوق معانا كده يا نجاح. بصوا ده هيبقى ب 135 جنيه قمر شياكه والله العظيم، حلو قوي وسعره تحفه. لا والزراير شكلها بيختلف. بص يفرد معاك برضه يعني، بص هنا بيفرد الله. بيفرد طول وعرض، بيفرد طول وعرض تمام. تستنى ايه؟ تلبش الفاتح والبش الغامق، الفاتح والغامق واللون ده تمام، والهبان على السيمون تمام، الابيض الوانه كلها حلوه قوي تمام. تسلم ايديك. معانا برضو دريسات وبلوزات حاجات شياكه قمر، تابعوا الفيديو للنهايه لان الاسعار هنا حلوه قوي. ده بقى نازل على قلوش، ده نازل على دبل قلوش تمام. كم استك، كم من هنا استك برضو تمام. تشطيب فينش كله برش يا جماعه. انا عايز اقول لكم بس ان ممكن تلاقوا قطعه زي كده في مكان تاني، بس لا بتبقى نفس الخامه ولا التقفيل ولا نفس المصنع تمام، بيبقى الشكل بس ولا نفس الحجر بتاعه. فبتشوفوها على التليجرام يا جماعه ان هي نفس الشكل واسعار اقل، بس ما بتبقاش خامه ولا تقفيل. لا تمام. دي عامله كام طيب قبل ما نلمها؟ 190 طب موجود منها الرمادي بس، رمادي بس تمام. في الحته ديت عزام جيب الحزام، حزام مرقبه جلد تمام، حلوه جدا دي برده شكلها شيكه قوي، دي تبان قوي في اللبس تمام. وسعرها 180 جنيه، دي هتبقى ب 180 جنيه بس. عايز اقول لكم الشياكه اللي هي واخده هيكون كده جلد حلو قوي، والكم من الطعم جلد برده. دي الوان ولا اللون ده بس؟ لا في منها الوان، في منها الوان بس كده. بصوا كده معايا، في منها اللون اللي هو البترولي الكشمير تمام تمام، والاسود حلو قوي. لا والوانها حلوه برده تمام. انا بجيب تمام. الالوان الاساسيه، الالوان الاساسيه يا جماعه، حتى لو عروسه بتجهز نفسها ولا كده عامل حسابها برده تمام تمام. في اللي هي الحته دياتي حته جميله خامس سويدي، سويدي الشموع، سويدي الشموع تمام، عامله 240 جنيه. دي هتبقى ب 240 جنيه سويت شموع. عايز اقول لكم ده غسيل ولبس كل الوانها والله العظيم الشموع. لا ومحمل ما شاء الله إيه؟ والله العظيم محمله إيه؟ جدا يعني دي اشحنوها على ضمانتي، دي حلوه قوي تمام. الوانها كل الوانها كلها متاحه. بص نجيكي، كشمير اسود، اسود جملي، الهفان حلو قوي تمام. اللون اللي هو الزهر اللي احنا بنحبه تمام. تسلم ايدك. في معانا توينز برضو، ده جيبه بالبلوزه. عدي لنا يوسف معلش كده، امسك لنا الجيبه معاه، عدي كده عشان يبان الطقم على بعضه كده. جيبه والتيشيرت، بصوا الجيبه ده ثلاث قطع، اندر شيرت اربع قطع بالحزام. هات لنا ده، افرد لنا انت الجاكيت بقى كده. بصوا يا جماعه حاجات تحفه، ده طقم اربع قطع بكام شتوي؟ ده ب 240، ب 240 بثمن الصيفي. اه والله طقم شتوي يا جماعه، افرد لنا معلش كده يا نجاح تاني. ب 250 جنيه تمام. ده بليزر يا جماعه بالجيبه بالحزام بالاندر شيرت ب 240 كله شتوي سكوبا، حلو قوي قوي الوانه كلها متاحه. طب والله حلو جدا الطقم ده وعرض حلو برضه. في منه الساده، في الساده يعني، ده منقط في الساده. الجيبه اللي بتتغير، الجيبه هي اللي منقطه تمام. بصوا ده الجيبه الساده برضه هتلاقيها عندنا، والبليزر والاندر شيرت تمام. وده برضه ب 240؟ لا ب 230 جنيه بس، ب 230. بصوا كده ده الاندر شيرت، انا عايزاك تفرد لنا، عايزاك تفرد لنا البليزر كده، ده انا اللي بغلي عليكم. بصوا كده يا جماعه عشان ياخدوا سكرينات عليه، ده طقم ثلاث قطع اربع قطع بالحزام. بص كده الزرار ده بيتفتح تمام، ما تقوليش يعني مش متفتح اهو. تسلم ايدك تمام. بصوا ده بليزر والجيبه والاندر شيرت ب 230 جنيه، الساده 230 والمطبوع 240 عشان بس ايه ما حدش يختلط عليه الامر يا جماعه. في طقمين منه تمام، حاجه زي كده. طقم صوف عامل 225،
225. الله، ايه الجمال ده. الشميز بص كده، لا لا الطب الطب مطرز يا جماعه، مش مبقى ده مطرز. حاجه قمر زي كده. افرد لنا من الكتف من فوق يا يوسف معلش. عامل كام ده؟ ده عامل 225. 225 طقم كامل. بس عايز اقول لك شيكه جديد قوي، كل الالوان موجوده برده، حلو قوي قوي. الشغل ده على التليجرام نازل، كل ده على التليجرام. كل ده انا بتاعته ده نازل بالموديل بتاع الابسام، تمام، الالوان الطبيعيه وتفاصيل الموديل، السعر والوزن وكل حاجه، تمام. هسيب لكم بقى لينك التليجرام، لو اي موديل عاجبكم عايزين تشوفوا الوانه هسيب لكم اللينك، تمام. في حاجات تانية برضه، تمام. وعندنا حجز وعندنا شحن وكل حاجه بالقطع، تمام. تسلم ايدك. في برضه معانا توينز كده، تمام. طب والله اسعار التوينزات حلوه، 220. يعني بصوا التوينز ده، ترجع لنا سنه لورا يا يوسف عشان يبان. التوينز ده يا جماعه يبقى معانا ب 220 جنيه، توينز قمر 220. بصوا ده طب كده قمر، لا وقرب لنا بصوا كده من تحت يا جماعه، واخده كلوش كده شكلها تحفه، وده كله ب 220 جنيه، تمام. الوان برده متاحه، كل الوان حلوه، موجود كميات يا جماعه، مش رصاص وزهري، تمام. في تلبسات زي كده برده، بصوا معانا برده دي تلبس ده بالروز، ده لوحده وده لوحده، ده جاردن وبيزك، طقم على بعض. يعني بتاخد الجاردن مع البيزك كده وتعمله طقم. طب لو البيزك لوحده بكام؟ 145. ده صوف يا جماعه ب 145، ارفعوا لنا من الكتف بس يبان. بصوا بالحزام بتاعه ب 145 جنيه البيزك، ده البلورول بقى اللي بيتلبس فيه، تمام. ده البلورول عامل 170 جنيه، ده الطويل، ده الطويل ب 170. بصوا الكم اللي هو البومبيه يا جماعه، كم بالون حلو قوي قوي ب 170. 170 الوان برده متاحه، تمام. لوحده والتلبسه الواحده، عايزين توفقوا انتوا بقى لونين مع بعض، كشمير وأورانجي ومستردة واسود وزهري، تمام. كل الالوان، كل الوان الترند موجود. بصوا معانا ده ب 155، بس عايز اقول لك ده عرض، ده يلبس 85 90، ده عجينه، ده عجينه. بص كده، بصوا يا جماعه بكام قلت؟ 155. بصوا الجمال ده، افرد لنا اللونين بس قصاد بعض كده. بصوا الجمال ده يلبس بيك سايز ب 155 يا بلاش. ممكن تتحل يا جماعه كده بدبوس، بتتشال وتتركب تاني، تمام. تسلم ايدك، حلو قوي. الوانها كلها متاحه برده، تمام. توينز ده كده برده، توينز تاني. بص التوينز ده بالجاردن بتاعه، ده الزهر بتاعه، الوانه كلها حلوه قوي، في منه الرصاص والاسود برده والبيج، تمام. ده الجاردن بتاعه وقط، والبيزك بتاعه كم، وعامل كام ده؟ ده ب 240 جنيه بس، ده ب 240 جنيه. طب والله حلو، حلو قوي يا جماعه. انا عايز اقول لكم لطقم الصيفي كانت نازله اصلا بالاسعار دي، فحلو قوي قوي، تلبس معانا خالص، حلو قوي قوي، حاجه محترمه والله، حلوه جدا. بيك سايز ب 240 طقم كامل يا جماعه، والجاردن كده كده مفتوح فبيلبس اي مقاس معاكم. ده البنشوف، ده البنشوف هو اسود بس؟ لا كل الوان، كل الوان. طيب ماشي، دي البنشوهات البيك سايز، وحلو قوي جديد ده، تمام. عامل كام ده؟ ده 170 جنيه، 170. ده يلبس بيك سايز يا جماعه ب 170 جنيه، بص يلبس تمام، ياخد معاكم من 60 ل 120 كيلو حاجه كده. هاتوا لهم البضعه دي برضه عشان يشوفوهم برضه، تمام. عامله كام قلنا؟ 100 وكام؟ 170 جنيه بس، بلاش 180 جنيه، ده ب 170 جنيه يا جماعه بيك سايز، تمام. تسلم ايديك، 170. بصوا كده ده برضه 170 جنيه، دي برضه ب 170 عجينه يا جماعه. الخامات هنا تحفه، حلو قوي، 170. ممكن تمشي على وسط على بألوان، تمام، 170 جنيه، تمام. تسلم ايديك، برقبه بتاعتك، كل الوانها موجوده. على فكره ده كله باكيه واحده، ده كله باكيه بس عشان ما نطولش عليهم. احنا بصوا ما شاء الله اللهم بارك، المكان كتير جدا، فعايزين ناخد من كل حاجه حاجه، لاني ما شاء الله اللهم بارك العروض كتير. ده الجوخ، ده شميس جوخ حاجه قمر، قمر ده كباسين، كام؟ 220 جنيه بس، ب 220 جوخ كباسين يا جماعه. دي كل الوان، الوانه برده متاحه، لا والوانه كلها جديده، تمام. تسلم ايدك، تمام. في برده عندي الفته الجينز دي كله منزلها 250، انا هبيعها 220. 220 اللي مش مصدق، دي معاها الحزام بتاعها يا جماعه، ده الحزام بتاعها، تمام. قلنا دي هتبقى ب 220 جنيه، طب والله العظيم شياكه، دريس جينز ب 220 بالحزام، تمام. طب ثانيه واحده نشوف ده يا يوسف، ثانيه واحده، دي الوانها كلها يا جماعه عشان بس تبقوا عارفين. في منها اللون الفاتح برده موجود، في الفاتح والغوامق بتاعتها والاسود، حاجه جوخ ده كده برده، ده جوخ يا جماعه بالحزام بتاعه، 35 جنيه ب 235. ورينا كده، بصوا الحزام بتاعه يا جماعه مكتوب عليه كلفن كلاين،
عامل كام قلنا؟ 235 235 235 ده جوخ يا جماعه بالحزام، يعني مش بتمن طقم او درس، والله العظيم حلو قوي. تمام الوانه كلها متاحه. جاكيت الجلد ده عامل 160 جنيه، جاكيت جلد زي كده ب 160 جنيه. تمام اسود والجمل 160. تمام تسلم ايدك. ده الذهب بتاع بسم الله ما شاء الله السنه دي، يعني الجمال ده. بص ده جاي قصر كمان. لا ده انا عايز اقول لكم حاجه محترمه حلو قوي. بصوا اصلا الكلوش بتاعه قد ايه يا جماعه؟ كلوش حاجه محترمه. 300 جنيه. وعندنا بكام؟ 260 جنيه. ارفع لنا لفوق كده. بص ده يا جماعه يبقى ب 260 جنيه قطيفه شموه. مش على الكم برضه. الكم بومبي كده. الشياكه والله العظيم ب 260 بكل الوانه. الحزام موجود. تمام الوانه كلها متاحه. تمام ادخلوا بقى اشتركوا على لينك التليجرام بتاعهم يا جماعه، سيبوه لكم في اول تعليق مثبت. تمام تمام. انا نفسي اللي يتفرج على الفيديو برده يخش على اللينك يشوف حاجات ثانيه برده. لاني استحاله اعرض لكم المكان كله، يعني انا بجيب لكم كده لمحه منه. في الحته دي عامله 210. دي ب 210. عايز اقول لك دي في اللبس تحفه، لاني شفت حد كان لابسها حلو قوي قوي حلو قوي. افردها لنا من كتفه من فوق كده واوريهم حاجه. بصوا كده القم بومبيه، القم بومبيه حلوه جدا. وقلنا ب 200 وكام؟ 210. 210 يا جماعه بالحزام. عايز اقول الحته دي شياكه. تمام الالوان بتاعتها نازله على الجروب. تمام 210. تسلم ايدك. بصوا البولر اللي جاي ده حاجه مهير قمر. المهير دي شياكه. عايز اقول لكم دي الدرجه دي كده الوان في بعض ب 170 جنيه يا جماعه، تحفه والله العظيم حلو قوي. العجينه المشعره على بس ما انا بقول لهم حلو. المهير يا جماعه المشعر. تمام حلوه جدا جدا تحفه. تسلم ايديك. كل الالوان دي هتلاقيها نازله على الجروب. هسيب لكم لينك التليجرام لو حابين تشوفوا موديلات اكتر من اللي انا بعرضها في اول تعليق مثبت. جايب الصوف عامه كله كامل عجينه، كله عجينه. مش جايب الصوف اللي هي الصوف عامه في الغسيل بتروح. تمام العجينه سواء مشعر او عادي. دي العجينه مشعر. تمام عامل كام ده؟ ده عامل 200 جنيه. ده ب 200 جنيه. ده بلورو قمر. لا والوبر عاليه يعني مش البولر اللي هو الخفيف يا جماعه. بصوا كده طب والله العظيم تحفه حكايه. ب 210 ب 210 ب 200 جنيه. انا عمال اغلي عليكم ب 200 جنيه. بصوا كده ده هيبقى ب 200 جنيه يا جماعه. حلو جدا جدا. تسلم ايدك. الوانه كلها متاحه. بصوا كل الوانها زوم لكم عليها اهي. كل دي الوان ليها. تمام برضو محمله. بصوا كده برضو السلسله بتاعتها بالسلسله يا جماعه. ايه الجمال ده؟ دي هتبقى ب 200 جنيه. الكاميرا للناس اللي بصوا يا جماعه. لا بصوا طب والله العظيم عارفين الفورير الناعم الحاجه اللي قلنا ب 200 جنيه دي ولا بعيد؟ اعدل لنا السلسله كده تبان معانا واعدل لك كده معانا. بصوا كده يا جماعه القطعه دي هتبقى معانا ب 200 جنيه بكل الوانها. طب والله العظيم شياكه. تمام الوانها كلها متاحه. مقاس كبير. الترنج ده عارفه ان هو ترندي قوي. بصوا عامله ايه في اللبس؟ عارفاه ده ترندي جدا ده يا جماعه. على كوتشابات شياكه في اللبس. حلو جدا ده. ده برضه الناس المنزله اللي هو المقاس العادي ب 250 و260 والكلام ده. انا مقاس الكبير. ده المقاس الكبير. ده كبير يا جماعه. ب 275. ده البنطلون. برضه بتعرف كده مقاس كبير عشان محدش يقول ده اصغر. لا يلبس. حلو جدا. حلو جدا ده ترنج كامل يا جماعه. يعتبر طقم خروج ببنطلون. تمام حلو قوي. تمام عامل 275. الجاردن بتاعه صوف. تمام تعالوا برضه نخش النهارده عشان مش تعالوا نيجي هنا عشان بس ايه الفيديو ما يطولش معاكم والمكان زحمه ورانا بس فاعذرونا. شوف بصوا كده معانا. بصوا ايه الجمال ده؟ ده بصوا كده بكام؟ 220 جنيه. بصوا ده يبقى ب 220 جنيه. ده شاموه. ده شاموه يا جماعه. افرد انت من الكتف يا يوسف كده. بصوا السويد الشاموه ب 200 وكام؟ 220 شاموه سويد يا جماعه. يلبس معانا ايه 80 85 لو انت طويله. لو على حسب الطول. على حسب الطول يا ناجح. فاحنا نقول من 80 ل 90. الوان اهي برضه. الوان برضه متاحه. كل الوانها موجوده. تمام وجديد قوي. ده بيتفتح. تمام بصوا حلو قوي قوي. يعني يتفتح جاردن ويتقفل درس عادي. تمام هو مدي للبلطو شويه. مدي لنظام البلطو شويه. ويمشي درس تحته برضه وليجن او بنطلون. بصوا القطعه الشياكه اللي معاكم دي. دي 190 جنيه. بقول لك كده برضه. بكام؟ 190 جنيه. دي هتبقى ب 190. بصوا يا جماعه. انا كده. حلو قوي. بسم الله ما شاء الله. وضفاير تحفه. دي هتبقى ب 190 جنيه بكل الوانها. كل الوانها موجوده. في منها هي على الملكان ورا برضه. بصوا على الملكان اهي يا جماعه. الوان داخله في بعضها كده. تمام. تسلم ايديك. ده جاردن برضه.
الجاردن ده يبقى ب 230 بس حسام قاس كبير. ده صوف يا جماعه ب 230 يلبس معايا تمام بالوانه تمام. هو اللونين دول بس ولا ايه؟ الرمادي والاورنج بس اللونين شغالين معايا تمام. بص شكله في التصوير حلو قوي حته حلوه قوي في اللبس ده حاجه زي كده بيزك برضه ده بيزك زرايب اه عايزه تلبسه لوحده يمشي معاك ايه عايزه تلبسه بتاع عامل كام البيزك الصوف 165 جنيه 165 ده بالوانه برضه 165 كل الوانه موجوده من الزهره ومنه البيج كل ده ب 165 تمام تسلم ايدك تمام. بصوا زي كده برضو حاجة تحفة تحفة. انا عايز اقول لكم بس معلش المكان ورانا سحمة عشان الاصوات بس فاعذرونا. بصوا حاجة تمام؟ زي كده مشعر. بصوا ده مشعر برضو حزام على الوسط ده ب200 حزام على الوسط بس عايز اقول لك استك تحفة خمسة مشعر. عايز اقول لهم بس التشعير العالي مش الخفيف لان في بتبقى وبرة قصيرة شوية. قلنا ب200 وكام ب200 بس ب200 جنيه. بصوا ده يبقى ب200 جنيه ماشي يا يوسف. بصوا ده ب200 جنيه حلو قوي قوي كم بومبي برضو تمام ب200 كم مقلم اه كم مقلم ايه الجمال ده وده بكام برضو ده ب170 جنيه. طب والله حلو قوي ده ب170 جنيه الشيكه ده مهير مشعر برضو يا جماعه ب170 كل برضو الموديلات والالوان والمقاسات ده برضو شكله نازل على الجروب تمام ايه الجمال ده. لا ده كم وكم في حاجه جديده قوي ده اه لا بس ده منه قافيه وابيض فمش باين قوي. بصوا كده قلنا ده بكام ده يوسف 170 معلش بتلخبط انا في الاسعار. كل ده ب 170 جنيه يا جماعه تمام تسلم ايديك. واخد بروش من هنا تحفه قوي ده تمام تسلم. انا عايز اقول لكم في موديلات كتير بس مش عايز اطول عليكم بس انا عايز اقول لك ده بيمشي صيفي وشتوي تنزل اللي معاك ده تمام خريفي يمشي وصيفي وشتوي. ده اللي هو الزجزاج يا جماعه الجاردن بيزك كله اللي هو الخمل ايه السكوبا 200 جنيه بس وادي التلبسه بتاعتك. لا والمقاس الواسع ب 200 جنيه ب 200 جنيه بس تمام تسلم ايديك. طقم كامل موجوده منه الزيت ومنه الاسود ومنه النبي تمام. الشميز الكروت خمس كيلو ده كتان كيلو ده عامله زي الصوف زي الجوخ حاجه كده محترمه برضو سعر عامل كام. طيب قول لنا سعر ده 220 ده يبقى ب 220 تمام تسلم ايديك. الوان كل ده ب 220 تمام 220 في اللي منه مقاسات خاصه بس مقاسات خاصه. بصوا كده معانا في منه مقاسات كبيره ومقاسات صغيره. مقاسات كبيره وصغيره من غير شداد شداد ومن غير شداد ده من غير شداد اللي معانا لا ومقاسه كبير اللي معانا اللي معاك انت ده مقاسه كبير يا ناجح اه ده ابو شداد اهو. طيب وعامل كام القطعه ده عامله 220 220 اي قطعه فيهم 220 جنيه تمام 220 تسلم ايديك. ده يلبس مقاس صغير شويه وده مقاسه مرتاح وشايفه ده لارج ومقاسات لحد 2 اكس تمام لحد 2 اكس تسلم ايدك. بصوا كده البنشوهات برضه يا جماعه اللي بتسال عليها سعرها كام دي يا يوسف؟ برضه موجوده 170 جنيه 170 ده ب 170 جنيه البنشوه القمر ده ب 170 تمام. ده الشراشيب من تحت اهي تمام كل ده ب 170 في الجاكيت ده في كل الوانه. الجاكيت الهاي ويست ده عامل كام ده؟ ده عامل 240 240 عايز اقول لك الوانه كلها قمر كل الالوان بتاعته كل الوانه موجوده 240 تمام. انا مش والله ما عايز اطول على احنا مش عايزين نطول عليكم بس يا جماعه في حاجات ثانيه اهي كل ده نازل على الجروب. انا عايز اقول لكم كل ده موجود عندهم على التليجرام باسعاره. انا حاولت بس اجيب لكم ايه لمحه سريعه عن الشتوي الموجود في المكان. هسيب لكم لينك التليجرام في اول تعليق وارقام للتواصل طول عرض الفيديو والعنوان بالتفصيل هتلاقوه متصور من اول شارع الجيش لحد ما توصلوا هنا بكل سهوله. بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي بقى العنوان. احنا واقفين قدام محمد حسين بتاع اليميش. احنا موجودين في شارع الجيش واللي عامل لكم عليه زوم ده كوبري الازهر. هتركبوا مترو وتنزلوا محطه مترو العتبه وتسالوا على اول شارع الجيش. ممكن تركبوا ميكروباص في العتبه برده وتنزلوا على اول شارع الجيش. هتمشوا لحد محمد حسين بتاع اليميش اللي قدامنا ده وهندخل الشارع اللي جنبه ده اسمه دخله الشوازليه على اوله كمان مكتب زكريا عبد الموجود. انا هوصلكم لحد المكان بكل سهوله ان شاء الله وهديكم علامات مميزه طول ما احنا ماشيين. هنفضل مكملين وماشيين زي ما انتم شايفين كده. هيقابلنا بقى محلات سوري محلات دخل محلات مفروشات وكمان كاجوال محلات كتير في الشارع ده. هوصلكم لحد مول القدس بكل سهوله. هنفوت كمان على شمالنا كده قمر مصنع قمر برضو ده بتاع كاجوال.
هنمشي لحد العماره اللي في الوش اللي انتوا شايفينها دي، وهنلاقي ممر شمال وممر يمين، ربنا يجعلنا من اهل اليمين. وهندخل على طول في الممر اليمين على اوله، كل يوم جديد اللي انا وريته لكم دلوقتي. هندخل في الممر ده وهنفضل مكملين لحد ما نعدي منه كده زي ما انتوا شايفين، مش هنحود لا شمال ولا يمين، هنفضل مكملين على طول كده. هيقابلنا كمان مكتب اسيا كيدز اللي هو على شمالنا ده بتاع الاطفال، عملنا منه برده جولات كتير حلوه واسعاره حلوه وخاماته حلوه جدا. كده خلاص وصلنا المول القدس، هنسيب البوابه الاولى وادي البوابه الثانيه، وموجود بوابتين وموجود منزل لتحت كده بتنزلوا له للدور اللي تحت الارضي. احنا هنخش على طول من البوابه الثانيه وهنفضل مكملين زي ما انتم شايفين. هنلاقي الفنان برده ده عبايه استقبال، انا بديكم علامات بس مميزه واحنا ماشيين. بعديها على طول هيقابلنا السلم على شمالنا، هنطلع للدور الثالث زي ما انتم شايفين. احنا موجودين في الدور الاول وهنطلع مع بعض كده، وطول ما احنا ماشيين مش هخليكم تسالوا حد ان شاء الله. هنلاقي في الدور اللي قابلنا ده الملكه والبورسعيديه، هنكمل ونطلع بعضهم على طول للدور اللي فوقه. دي ياسمين الشام برده على يميننا، ربنا يجعلنا من اهل اليمين. هنكمل ونفضل طالعين لحد ما هنلاقي هنا ده قصر المفروشات زي ما انتم شايفين، وعلى طول معانا روماتكس اللي انتوا شايفينه، مكتب روماتكس ده في وشنا. احنا كده خلاص وصلنا للدور الثالث. هيقابلنا كمان في الوش زي ما انتوا شايفين ده سنتر الفتح، شايفين معانا برضو انا بديكم علامات مميزه صورنا منه كتير جدا قبل كده. هنمشي على طول المكتب اللي بعده على طول، هو ده المكتب اللي عملنا منه الجوله زي ما انتوا شايفين. ملوك الموضه عامل عرض جامد جدا يا جماعه، يمكن انا ما جبتلكوش 5% من الموديلات الموجوده. سايبه لكم برده لينك التليجرام في اول تعليق، ادخلوا عليه يا جماعه واشتركوا، لاني عليه شغل كتير جدا وكل حاجه موجوده عليه بالالوان والاسعار والمقاسات. بصوا عرض جامد ما شاء الله، اللهم بارك، كتير جدا موجود في المكان. افتح جديد بقى وعامل لكم عروض حلوه. يا رب كل الجوله النهارده عجبتكم، وما اكونش طولت عليكم. ما تنسونيش في لايك وشير ودعوه حلوه كده في التعليقات. بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله.